على هامش انعقاد مؤتمر المحاكم الكنسية الثامن في البحر الميت، شارك صاحب السيادة المطران مرحبيب هرمز النوفلي رئيس أساقفة البصرة بالقداس الإلهي للرعية الكلدانية في الأردن، وذلك في كنيسة الفرير في منطقة جبل الحسين. التفاصيل في التقرير التالي. ترأس رئيس أساقفة البصرة سيادة المطران حبيب النوفلي القداس الإلهي مع الرعية الكلدانية في الأردن في كنيسة القديس يوحنا ديلاسال الفرير بمعاونة الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن والأب سالم ساكا رئيس المحكمة الكاثوليكية الموحدة في العراق والأب شوان حنا. شارك في الصلاة جوقة الرعية الكلدانية بحضور جموع من الراهبات والشمامسة وحشود من العائلات العراقية المهجرة. وبعد دخول الموكب وقراءة الرسائل، رحب الأب حبابة بوفد كنيسة العراق الذين التأموا اليوم في عمان وأصروا أن يشاركوا بين أبنائهم بالقداس الإلهي ليصلوا بالصوت الواحد لأجل العراق ولأجل السلام في مناطقهم. وبعدها قدم سيادة المطران النوفلي عظة القداس داعيا المؤمنين بأن يصونوا وحدة العائلة المسيحية المقدسة. وتطرق سيادته للحديث عن أوضاعهم حيث هجروا قسرا من أوطانهم وبيوتهم وأشغالهم ودمرت حياتهم، وقال لهم كما قال السيد المسيح على الأرض: طوبى لكم إذا هجروكم وعيروكم، سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا إني قد غلبت هذا الضيق. إذا نحن أيها الأعزاء في حاجة ماسة إلى الإصغاء إلى يسوع. هذا الإصغاء اليوم معرض للتهميش والاستبعاد، يعني قليلين اليوم من يصغي ويقول نعم للكتاب المقدس وللمشورات الإنجيلية والتأمل بسبب طغيان الضوضاء الإعلامية والإعلام المرئي وغيره وغيره، بحيث بقت عندنا مشكلة بالسماع. يعني هذا عدا الاستعمار الثقافي اللي دي يصير عندنا، بحيث كثير من عندنا اليوم معرضين إلى العبودية للثقافات التي تبث إلينا وتدمر ثقافاتنا المحلية. فإذا نحن في أسابيع الصيف بحاجة إلى الانتباه إلى هذه النقطة، أيضا أن ننتبه إلى شبابنا. شبابنا اليوم يتضايقون كثير لأنه المجالات أمامهم للرجاء مجالات تقل، فبحاجة إلى أن نتكاتف، أن نكون مع بعض، أن نسمع واحد الآخر، خصوصا مثل ما قلت الجانب المظلم للي دا يحصل وسائل التواصل وأنتوا أدرى بيها يعني والإنترنت وغيرها. فبحاجة نحن إلى دائما التجدد وتحديث حياتنا والارتكاز إلى جذورنا الروحية، جذورنا التي هي التي أولدت هذه الشجرة العظيمة كنيسة المشرق. فهي كلمات قصيرة ممكن أن تخدمنا طول العمر، هي ثقافة الحياة، ثقافة الشكر، أن نشكر، أن يكون عندنا امتنان يوميا من الصبح للآب السماوي على هذه النعمة، أن ننتبه إلى قيم العائلة في تصرفاتنا اليومية وفي كلامنا وفي أحاديثنا، أن نقول شكراً للبابا وماما، يعني للآباء والأمهات،
الذين مضى عليهم عشرات السنين يتعبون، واحنا نلاحظ كم وكم من اكو اهانات بسبب لا مبالاة الاولاد. ايضا الامومة بحاجة الى رعاية، لانه ان لم نزيد ونكثر راح نقل ونصغر يعني. فاذا الطفل اليوم هو علامة رجاء في هذا العالم. كذلك الاهتمام بالمواهب، كلكم عندكم مواهب الروح القدس تقدرون تستفادون من عندها، هذا كلها من اجل هذا الانسان حتى ينطي له رجاء. واكيد طبعا احنا بالاخير مرشدنا الكبير هو الرب، وامنا العظيمة امنا مريم العذراء تكون بركة بحمايتها الأمومية ونعم صلاتها علينا. وختم سيادته بدعوة الجميع للصلاة لله بأن يحل كل الضيقات والمشاكل، وأخص الحاضرين أن يصلوا لأجل العراق وكهنته، وأن يحل السلام عليه وعلى العالم أجمع. وفي نهاية الاحتفال تبادل الأسقف والحضور الصور التذكارية، وحملوا سيادته تحياتهم إلى أهلهم في عراق الصمود والتحدي. كمارجو خبرانا خشميان